المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قرآنيات وشاورهم في الأمر. أخي مالك أهلا بك أخت فرحة. وشاورهم في الأمر ليها قراءة أخرى؟ صحيح فعلا آية العمران آية 159 أمر موجود في القرآن موجه إلى محمد يقول له وشاورهم في الأمر، يأمر فيها النص القرآني محمدا أن يستشير أصحابه في أي أمر من الأمور التي يحتاجها. فإذا هذا النص بهذا الشكل يعطي الدلالة أني من واجب محمد أن يستشير أصحابه عمليا في كل الأمور الحياتية الخاصة بشؤون المسلمين. ولكن لدينا قراءة أخرى، هذه القراءة موجودة على سبيل المثال في كتاب معجم القراءات، يقول ابن عباس صاحب القراءة وابن مسعود تقول القراءة وشاورهم، وهي أمامنا على الشاشة، وشاورهم في بعض الأمر. بنلاحظ أني القراءة السائدة عندنا القرآن يقول لمحمد شاورهم في الأمر، يعني بمعنى عليك أن تستشيرهم دائما. بينما القراءة الأخرى وشاورهم في بعض الأمر، يعني بمعنى عليك يا محمد بعض الأمور أن تستشيرهم. النقطة الأولى الحالية اللي موجودة بين إيدينا أمر موجه لمحمد أن يشاور المسلمين في أي أمر من الأمور، بينما الأخرى لا، ليس عليك إلا في بعض الأمور. طيب ابن عباس ابن مسعود قال وشاورهم في بعض الأمر. أنا مش هسألك أنت بقى، أنا بشكرك وهسأل المشاهدين إخواتي المسلمين المشاهدين، وشاورهم في الأمر ولا وشاورهم في بعض الأمر؟ يا ترى يا هل ترى اللي موجودة في اللوح المحفوظ في الأمر ولا في بعض الأمر؟ دلونا، ربنا يخليكم ونشوفكم في الحلقة القادمة من قرآنيات.